أنا صبحي كامل عبد الحميد غانم من محافظة البحيرة مركز رشيد، أعمل سائق ساكن بمنطقة ريفية بجوار مركز رشيد، واخد بال حضرتك؟ عندي ولد من أولادي الكبير اتخرج السنة اللي فاتت، واخد بال حضرتك؟ حصل على دبلوم، وأنا راجل مهنتي سائق بقالي أكتر من 28 سنة وأعمل في ذات المهنة، وابني بيمارس نفس المهنة، فجبت له سيارة واخد بال حضرتك وبيشتغل بيها رشيد اسكندرية. فحصلت مشكلة ما على الطريق الدولي الساحلي من بعد السواقين اللي بيعملوا على نفس الخط، وابني راجع من رشيد رايح اسكندرية، ففوجئ بإغلاق الطريق، الطريق وقف قدامه، فنزل وقف فترة طويلة، فنزل بيشوف فيه حادثة حد في حاجة، ففوجئ بالجيش والشرطة بيلموا ايه؟ بيلموا فيه. مسكوا مامور مركز ايه؟ لان المنطقه اللي كان فيها المشكله تبع ايه؟ مركز شرطه ايه؟ يجاور ايه؟ مركز شرطه رشيد. المركزين ايه؟ يجاورين بعض. الاثنين تابعين لمحافظه البحيره. فمسكهم وعمل لهم محاضر من ضمن ابني مع سبعه غيره. ابني ده لا يتجاوز ال 20 سنه. وعمره والله ما دخل مركز شرطه غير عمل بطاقه معايا انا اللي ضمنته. خدوه وادوه للشرطه العسكريه، مامور ودالهم الشرطه العسكريه، ورمى الجماعه منهم بندقيه الف عربيتهم، وما ودهمش نفس الجسم، ودهم جسم كفر الدوار، مركز كفر الدوار، عشان يبقى بعيد عنه، يبقى التهمه لابساها. ابني انا ما تعملوش، عمل له قضيه، عمل له تلويع وبلطجه، ومعهوش لا مؤاخذه مشط حتى يسرح بيه شعره، مش سكينه ولا حاجه. خدوه الصبح رحلوه ودوه النيابه العسكريه في اسكندريه، ومنعونا ندخله، والنيابه خدت اقوالهم ووجهت لهم التهم، وماده 375 مقرر من قانون العقوبات المرسوم رقم 10، وودوهم الشرطه العسكريه تاني سن ثلاثة في سموحه، وبعدين ودوهم سجن اسكندريه الايه العمومي. ودوهم سجن اسكندريه العمومي، وكانوا عاطينهم 15 يوم استمرار، النيابه العسكريه عطتهم 15 يوم استمرار، واحنا بندور على محامي، فوجئنا ان الايه الجلسه بعد ثلاث ايام. فانا رحت لمحامي عسكري كان ماسك النيابه العسكريه قبل كده، فكانوا مانعينه يخش يدخل الجلسه لان هم ما حكمهمش في المحكمه العسكريه. خدوا نقلوا المحكمه في اتوبيس ودوها سجن الحضره العمومي، سجن اسكندريه العمومي، وحكمهم في غرفه مغلقه. ولا انا حضرت الجلسه، ولا حد من اخواته، ولا حد من اهله، ولا والدته، ولا مخلوق. نعم، ما المحامي كانوا مانعينه يدخل، دخل عشان هو اصلا كان في المحكمه العسكريه قبل كده، في النيابه العسكريه، وكانوا يعرفوه الظاهر، يعني ان هم يعرفوه، فصرحوا له بالدخول، وما اخدوش بكلامه، وما خدوش، ما دخلوش الشهود، رفضوا دخلوا الشهود، وحكوا ودخلوا حضروا الجلسه، وما بانش الحكم غير بعد 15 يوم النطق بالحكم في المحكمه العسكريه في اسكندريه. حكموا عليهم بخمس سنين حكم مشدد وخمس سنين مراقبه، وموجودين في سجن الحضره، بيعاملوا من أسوأ المعاملات، وما زالت الشرطه، ما زالت زبنية حبيب العدل موجودة، ما زالت يناموا على البلاط، رفضوا ان انا ادخله بطانية ينام عليها، ازازة مية معدنية رفضوا ان انا ادخلها له، حاطينه في عنبر قديم ما فيهوش دورة مية، كل 24 ساعة عنبر ما ياخدش اكتر من 12 فرد، حاطين فيه 38 فرد مع المسجلين خطر، بيطلع كل 24 ساعة يوديه دورة المية، ان عايز ينده على عسكري ما يردش عليه العسكري لما ياخد علبه سجاير، يا ياخد بومب 10 جنيه. كنت اخد له بطيخه مدخلها له رفضوا، كسروها، رفضوا دخلوها له، الاكل بيبهدلوه احسن بهدله، بنروح نزور من اذان الفجر عبل ما نزوره بتبقى الساعه 2 بعد الظهر. انا راحت معايا والدته عشان انها ست مريضه ما قدرتش تكمل الزياره، ما قدرتش تدخل، ما وصلتش لجوه، ما قدرتش تستمر عشان تزور.
رحت لقيت عليه اللبس اللي عليه لون دفاني، مفيش تشطيف مفيش ميه، لا مؤاخذه بيتبول في كيس، بيضع حاجته في كيس ومفيش شباك يرمي منه، حط الحاجه حين ميسره لما يفتحوا العنبر وياخدوها، وده طبعا مضر بالصحه، وعمره ما شرب سيجاره. طبعا العنبر فيه تدخين، يعني احنا بنروح نزور المكان اللي فيه زياره والدته عشان الناس انا ما بطيش اقعد من الدخان من الناس اللي بتدخن، فاكيد ظلم. ده مدني، ده متخرج السنه اللي فاتت، يمتلك سياره ثمنها 200,000 جنيه، ده بلطجي ولا حبيب العدل اللي بلطجي اللي قاعد في سجن المزرعه في طره بيتمتع، نايم على سرير، مراوح، تلفزيونات، تليفونات، بيخرج من الساعه 8 للساعه 5 يتمشى في السجن المزرعه عشان حقوق الانسان. حسن مبارك اللي قاعد في شرم الشيخ في 7 نجوم محدش يعلم عنه حاجه، فين هو؟ فين هو حسن مبارك؟ انا ابني اربي وعلم ولبس ووكل وسكن واخرجه ومنتظر ان هم يوظفوه ياخدوه يرموه في السجن ويدوا له يعملوا له قضيه بلطجه عشان لما يخرج ما يعرفش يتعين يعيش، بدل ما يوظفوه عشان يعني على الحياه وعلى ظروف الحياه اللي انا فيها ياخدوه يرموه في السجون، ياخدوا البريء يرموه في السجن والمتهم عايش منعم، اللي في شرم الشيخ واللي في المزرعه حسبي الله ونعم الوكيل، بياكل اكله طازه. انا ابني كل 15 يوم بروح له اعمل له عصاير في البيت، رفض يدخلوها لي، بدل ما يعينوه يكلفوني 70,000-80,000 جنيه محامين وجري وزيارات، بدل ما هم ياخدوه يعينوه عشان يجيب لي 20,000-30,000 جنيه عشان اعمل له سكن واجوزه وارحمه من ظروف المجتمع اللي هم كانوا السبب الرئيسي فيه، اللي حسن مبارك وحبيب العدل والناس السبب الرئيسي فيه، اللي نهبونا نهبونا، مش ركبوا سرنجات ركبوا خراطيم شفط من دمنا، اللي اشتغل ب 100 جنيه، انا كان عندي عربيه اللي قبل ديت كانوا بياخدوا مني 80% من انتاجها، 80% بياخدوه الضباط في اسكندريه، نزلوني منها بالجوه بالنبابيت، اول مره اول دوله اشوف فيها ضباط شرطه بالنبابيت في مصر في عهد حسن مبارك وحبيب العدل، عصابه مافيا اذا كان على الطريق او داخل المدن او في البيوت، ده ظلم ظلم. حبيب العدل يقتل المتظاهرين ويتحاكم مدني بقاله 6 شهور أو 7 شهور منعم، انا ابني يتمسك ظلم على الطريق مكفول ويحاكمه 3 يوم ويديله 5 سنين مشدد وخمس سنين مراقبه عشان يحطمه في احلى سن في عمره، زهره عمره سنه 19 سنه من الريف، لا يعلم عن البلطجه سيف، ما يعرفش يمسك سكينه يقطع بابا الطيخه، لا ماسكه معاه سكينه ماسكه معاه عربيه ملكه، ماسكه معاه عربيه ملكه، مامور مذكر شرطه اتكو، ماسك ابني معاه عربيه ملكه ثمنها 200,000 جنيه، زبانيه حبيب العدلي، زبانيه حبيب العدلي عشان يثبت للمجلس العسكري ان هو شغال وعنده ضمير، انما هو بيحسبه انه هو بيحسب ان عنده ضمير، عشان كده هو لو راجل صح ما كانش وداهم جسم كفر الدوار، لو مسكه صح متهم في دايره مركز ايدكو ما كانش ياخده يوديه جسم، ما دخلوش مركز ايدكو، دخل وداه مركز كفر الدوار اخر دايره البحيره عشان يعمل اللي على كيفه، ينفذ السياسات القديمه. فانا بناشد المشير والمجلس العسكري بناء عن المدنيين، لا يجوز اين هو بيتكلم بيقول عشان فلوس حسن مبارك والناس اللي سرقت البلد ونهبوها محاكمه عادله، عايزين محاكمات طبيعيه وعادله، لا يجوز على ابن محاكمات عادله، مش مواطن مصر زي حسن مبارك وحبيب العدلي، هو اشرف منهم، هو اشرف منهم لانه كل من حلال وتربى على مبادئ واخلاق وقيم لا يعلم عنها شيء حبيب العدل ولا حسن مبارك، لا يعلموا عنهم عنها شيء المبادئ والاخلاق، لان لو الناس دي عندها اخلاق وعندها كرامه ذره من الكرامه ما كانوش ينهبوا جنيه واحد من دم الشعب ولا يقتلوا فرد من الشعب اللي قعدتهم على الكرسي، الشعب ده هو اللي قعدتهم على الكرسي، هو اللي رفعهم للمنزله العاليه دي وقعدتهم على الكرسي.
وركبوا طيارات بتاعت الشعب وسافروا بيها وتفسحوا في دول العالم، لفوا العالم من دم الشعب، من دم الشعب المصري. شكراً.